جميل نادي يا حبيبي، وحشتني 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 قوي. انت كمان وحشتني قوي. ايه ده انت اكتر يا حبيبي. وانا يا طنط. انت نور عينيا. اهلا يا حبيبي. طبعا انا عارف ان انتوا ما انبسطتوش خالص من غيري. مش قوي كده يا اخويا. انبسطتوا هناك؟ بسمه ده سؤال تساليه يا نهى. انبسطنا جدا. لا جدا ايه؟ مش جدا ولا حاجه. انبسطنا جدا جدا جدا. المهم انتوا وحشتوني يا ولاد. اه والله البيت كان ضلمه من غيركم. الو الو الو، ما ترد ردت الميه بزورك. الناس اللي ما عندهاش دم دي. الو. ايوه. لا طبعا مش هينفع. طيب طيب طيب. مين يا ساوس؟ دي واحدة صاحبتي يا ماما، بس تعبانة شوية. ربنا يشفي كل مريض. انت بتقولي ايه يا ياسمين؟ بقولك حامل. انت متأكدة؟ ايوه طبعا متأكدة. انا مش مصدق نفسي، اخيرا هبقى اب ياسمين. وانا هبقى ام. وهيقولي يا بابا. ايه ده؟ انت واقفة؟ امال قاعدة؟ لا انت لازم تقعدي. اسمعي، بعد كده مفيش حركة. انت شايلة ابني، ابني ده امان عندك، لازم تحافظي عليه، فاهمة ولا لا؟ فاهمة، بس مش للدرجة دي. لا يا استاذة، ده للدرجة دي واكتر كمان. اي حاجة تحتاجيها قشري بس وانا احققها لك وانت قاعدة. مبسوط يا ايمن؟ الا مبسوط يا حبيبتي، ده انا اسعد واحد في الدنيا. بابا وماما لازم يعرفوا. هاجي معاك. لا تيجي معايا فين؟ احنا قلنا ايه؟ مفيش حركة. اقعدي. جرى ايه يا ايمن؟ عايز اشوف ماما فرحانين. انا اجيبهم لك لحد هنا وتشوفيهم ماما فرحانين. بابا ماما. ايه في ايه مالك؟ فين ماما؟ هنا جاي. ايه يا ايمن في ايه؟ عندي ليكوا خبر يجنن. ياسمين حامل. حامل؟ مبروك يا حبيبتي. مبروك يا ايمن. مبروك يا استاذ. الله يبارك في حضرتك يا بابا، بس خد بالك بقى انت كده هتبقى جده. كافي انت عيلك انت بس، وهدي احفاد كده يملوا البيت ويلفوا حواليا ويقولوا جده جده يا عروس يا جده، يقولوا اي حاجه. طب وانت يا ماما؟ لا يا حبيبي، انا لازم يقولوا لي نهى نهى وبس. سامع سامع والدتك بتقول ايه؟ ايه؟ لا لا لا، انا حكيت تيتا وست ونناه وانا لا ما تنفعنيش، هي نهى وهم موافقين. شاهدة؟ شاهدة على حماتك يا ياسمين؟ بشاهدهم على ايه؟ هم موافقين على كده. بصراحة ماما أنا شايف إن اوعى اوعى يا أيمن، ده فرح أبوك فايق. لا 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 يا حبيبتي، أنا مش هفرح فيكي، كلنا هنفرح فيكي، ومن هنا ورايح هنقول لك يا ماما سيتو. يا سلام يا جدو. بكره ان شاء الله نروح للدكتور يا حبيبتي. الف مبروك يا ابني. الله يبارك. الف الف مبروك يا حسام، اكيد نهى طايره من الفرح. طبعا، امال ايه؟ ايه يا استاذ؟ انت مش ناوي تزورنا ولا ايه؟ والله نفسنا قوي، بس الوقت ما بيسمحش. اصل وقتنا بتاع الخروج والفسح يا ممكن لوحدنا، بنيجي هنا بقى نقضيه مع ماما وبنت الفمزه. اه الوالد لسه ما هربش ولا ايه؟ لو عرف هيهد الدنيا، خلي الحكايه متلصمه كده عشان اعرف اشوفه. ايه اعرف اشوفه دي؟ اسمها نعرف نشوفه. مش انا ليا نصيب فيهم ولا ايه؟ مظبوط يا انكل. بس بصراحه بقى انا مبسوط قوي ان العلاقات بقت بالشكل ده ما بينك وما بين انكل فوزي. انما اقول لي يا ابني، هو انت لسه ما سالتش الوالد ليه واخد موقف من ماما؟ من ماما؟ مش واخد منها اي موقف. معنى كده ان هو واخد موقف من انكل فوزي. بالظبط يا انكل. طب ليه؟ اكيد طبعا عشان اتجوز ماما. هو بابا ما كانش عايز ماما تتجوز ولا ايه؟ ايوه طبعا، علشان غريب. اصله يعني تعتبره نوع من انواع الانانيه. لا وانا متهيألي انه حاسس ان ساره
تبقى ملكه من ممتلكاته الخاصة، عشان كده مش عاوز أي حد يقرب منها. هو إنسان غريب فاهم. على فكرة يا ماما، بابا بيعز حضرتك جدا وما بيخليش مراته تتكلم على حضرتك بأي كلمة. صراحة يا ماما هو دايما بيتخانق معاها لما بتجيب سيرتك. يلا يا باشا. طيب سلام بقى، ما تتأخروش علينا يا ولاد. ان شاء الله يا ماما. باي باي. سلام. سلام. ده ناقص 750 جنيه. ده كل اللي قدرت اجمعه بعد بيع العربية. خلاص يا خالد بيه، انا مسامح فيه. بس ده كرم كبير قوي من اخلاقك يا سعيد. ربنا يخليك لينا يا خالد بيه، ويخليك للغلابة اللي زينا. مش نعمل محضر صلح يا باشا. انت هتفهمني شغلي ولا ايه؟ لا العفو يا باشا، بس انا عايز ارحم ابني من الرمية اللي هو مرمي فيها. ومين بقى اللي رماه فيها؟ انا ولا الغلبان ده؟ مش مخه وشطانه اللي ركبه؟ الحمد لله على كل شيء يا باشا. افتح محضر صلح. تمام يا فندم. في ايه تاني يا وليد؟ في انا وانتي وعذابي معاكي. من فضلك يا سوسن ما تقاطعنيش لحد ما اخلص كلامي. انت لازم النهارده تكوني مراتي بالذوق بالعافيه، لازم تبقي مراتي. سوسن انا بحبك، وانا متاكد كمان ان انتي بتحبيني. احنا لازم نعيش حياتنا بارادتنا احنا، مش باراده الناس التانية. يا وليد ارجوك. يلا اتفضلي قدامي دلوقتي نروح للمأذون. استنى بس، مأذون ايه؟ ايوه مأذون. وعلى فكره انا عندي شقه صغيره كنت بذاكر فيها انا واصحابي، يلا تعالي معايا نشوفها. لا طبعا مش هروح شقتك غير لما يبقى خلاص يا ستي، احنا نروح دلوقتي نتجوز وبعد كده نروح نشوفها. طيب هقول ايه لماما واخواتي؟ تاني يا سوسن، ما احنا قلنا عرفي واخوكي قال لا وانتي قلتي لا، وقلنا مأذون ماشي، انتي بقى عايزه تعقدي الدنيا ليه؟ تعرفين انا حاسس بيه؟ ايه؟ الراجل ده لسه بيحبك. ايه؟ ايوه، وكان سعيد حاسس ان هو لسه محتفظ بيكي طول ما انت لوحدك، لدرجه انه كان سايب لك الفيلا تعيشي فيها. مش معقول الكلام ده. والله ممكن الدليل على كده المشاكل اللي عملها مع اولاده لما عرف انهم بيزوروكي في بيت فوزي، وانه كان بيحارب ارتباطهم بيه على اعتبار انه عدوه اللي خدت من تحت سطوته. مش ممكن الراجل ده لازم يتواجه بالمشكلة دي عشان يخلص منها. ايه اللي بتقوله ده؟ طب ومين بقى اللي هيواجهه؟ أنا. أنت ده إيه؟ هتروح تقول له أنت بتحبها وأرجوك ما تحبش مراتي عشان أنت معقد؟ معقولة الكلام ده يا أستاذ حسام؟ لا طبعًا مش معقولة. يا جماعة يا جماعة، أنا بعمل كده وأنا عارف إن أنا ممكن أعرض نفسي لموقف سخيف منه، لكن لازم اعمل كده. لا، انا حاسس انك هتعرض نفسك لموقف سخيف، يبقى ما تعملوش.